وعندي مخطوطات اليونانية من القرن الثاني، والمخطوطة بتاعت طبعا إنجيل مرقس اللي لسه نعم. لا مكتشفينها، بس اللي هم لسه ما اتكلموش عنها كتير. ولسه في اكتشافات على صفائح من الفضة اكتشفوا عندنا في البلاد، مخطوطات أخرى. يعني أنا عارف أنه الموضوع كبير أخت رشا، وأكيد يعني كنا حابين نغطي كمان فكرة المخطوطات، لكن المخطوطات يمكن نأخذها لحلقة تانية مرة تانية. لكن المخطوطات الكتاب المقدس لا تعد ولا تحصى، يعني الأدلة اللي موجودة في الكتاب المقدس من المراجع القديمة طبعا تفوق أي مخطوطات أخرى في هذا الوجود. إذا كنا نتكلم على 8 مخطوطات وذكرت فيها تناقض، فكم بالحارة بين المخطوطات والكتابات القديمة؟ عندنا أكثر من 24,000 نسخة. فإذا ما هي المقارنة؟